مع حضرتك وكابتن حسن الشاذلي الله يرحمه، يعني على العشر اهداف دول كواليسها ايه بقى؟ كواليسها ايه بقى؟ ايام الكابتن حسن الشاذلي رحمه الله عليه، وهو من ايقونات الدوري المصري طبعا لا شك. طبعا يعني حتى ان انا يمكن في كنت ماتش بتكلم اعتزال معاك. وجاب 3 جوان، يعني واحد بيعتزل بيجيب 3 جوان. ده حسن الشاذلي اعتزل موسم 75 76، ساب الكره المصريه خلاص، وراح احترق وراح بقى شاف شغله وحياته. رجع للترسانه لما لقاه متأزم الموقف وهيهبط الى القسم الثاني في موسم 7 6 77 78. رجع للدوري المصري وانقذ الترسانه من الهبوط، وسجل في فترات ما بعد اعتزاله 12 هدف، انت متخيل؟ فيعني ده حسن الشاذلي. قبل الهوا كنت بقول لك ان الدوري المصري بيتفرد بشويه حاجات، منها ان نادي واحد مهيمن على كل أرقامه القياسية اللي هو النادي الأهلي، إلا رقمين أو كيانين اللي هم الشاذلي والمصري. أنا عارف المصري، عشان المصري كسب تقريبا بني سويف 11-0، فده أعلى رقم. أنا شايف إن الصعب إن في الدوريات القادمة إن رقم 11-0 ده يتضرب، اللي هو الرقم بتاع موسم 63-64. العنصر الثاني في الأرقام هو الكابتن حسن الشاذلي اللي هو الهداف التاريخي للدوري المصري. سجل كام حسن الشاذلي؟ في اهداف زمان، لان هو اهداف في الستينات والخمسينات ما كانش حد بيوثق الا عدد قليل من اصدقائي، وانا كنت موثق بعض حاجات اللي هو كان قبل بقى ميلاد الالكترونيات والكمبيوتر وكده. فالرقم الصحيح للشاذلي الموثق والمعتمد والسليم تماما 173 هدف. له 3 اهداف تانية اللي هم كانوا سجلوا للمدافعين في مرماهم. فهو رقمه اللي كان مسجل 176 في مصادر كتير هتلاقي الشاذلي مسجل 176 هدف، لكن الرقم الحقيقي الارقام اللي فعلا الشاذلي سجلت ليه والحكم سجلها في السكور شيت ان هو اللي سجله 173 هدف. فهو ايه، بعض المصادر كانت بعض الاهداف اللي هي ايه، مثلا يعني كنت تلاقي مثلا جريده زي جريده المسا او جريده الجمهوريه ما كانت لسه طالعه وكاتبين مسجلي الاهداف، الترسانه جايب 6 وفي 3 اهداف، يقول الباقي ده ايه يحطهم للشاذلي. لا هو مش الموضوع كده، لا في مصادر تاريخيه وصحف كانت بتنشر الاخبار وقتها والارقام الدقيقه للاهداف. فالشاذلي ايه المانع؟ يعني اتحاد الكره ما شاء الله عنده موقع محترم بالتاكيد، يعني ايه اللي يمنع ان يبقى في واحد مسؤول عن الحاجات ديت بارقامها؟ يعني هبقى هو اتحاد الكره؟ طبعا.